بالنسبة هذا القول، لكن القضية على الأقل محسومة الواضحة البينة أن تعلق مفكر الحداثة العرب بذيول الطوفي من أجل تمرير المشروع العلماني ركوبا لفكرة تقديم مسرح النص قطعا باطلة، ولا يتحمل وزرها الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ضوء فروق، في فروق موضوعية واضحة جدا قطعية جدا، واللي تؤكد إما على عدم النزاهة البحثية اللي يمارسها هؤلاء في قراءة الطوفي، أو ما هو أسوأ منه، هذا بيتضح حتى مع الإمام الشاطبي، أنهم ترى ما يدرون ايش قصة ايش الطوفي، ما حد منهم أصلا قرأ شرح حديث لا ضرر ولا ضرار وبنى نظرية. ترى أنك تحسن الظن، يعني أنك تظن أنه هو تعمد أنه يحرف، لا، أحيانا يصير أشبه المعالج الصحفية للقضية، صحفية أنه يعني متداول عبارة طوفي يقدم مسرح النفس، ما قال لك زي كذا بالمشروع. أحد الفوارق الأساسية، قضية الأولى نظرة الفريقين لطبيعة المصالح وشموليتها لمصالح الدنيا والآخرة. خلني بذكر عبارة في غاية العجب للإمام الطوفي عليه رحمة الله في نفس المبحث في شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، يقول: فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفق أو يختلف. تذكرون أنا قلت أنه لما بدأ يقارب يقول لك خلنا نوازن بين الأدلة، إذا اتفقت على مورد واحد بها نعمة، ما اتفقت نحتاج أن نجمع بينها بين وجه أو نخصص غيرها. طيب، يقول: فالمصلحة وباقي أدلة الشرع من اتفق ويختلف، يقول: فإن اتفق فبها ونعمة، كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات. شوف يقول لك الحين بيذكر لك أمثلة على التوافق الواقع بين المصلحة والنص والإجماع على إثبات الأحكام الخمس الكلية الضرورية، وهي ايش الاحكام الخمس الضروريه؟ حفظ الدين، حفظ، بيذكر لك الحين تمثيلات بالاحكام الشرعيه لحفظ مقام كل من المقامات. فقال لك: وهي قتل القاتل والمرتد، قطع السارق، وحد القاذف والشارب، ونحو ذلك من الاحكام التي وافقت ادله الشرع المصلحه. لاحظ، نعيدها، من الاشياء اللي يرى توافق المصلحه والاجماع والنص عليها قتل القاتل والمرتد، قطع السارق، وحد القاذف والشارب، ونحو ذلك من الاحكام التي وافقت ادله الشرع. فالطوفي نظرته أن قتل المرتد إيش فيه؟ مصلحة، مصلحة. طيب، مصلحة إيش وجه المصلحة في قتل المرتد؟ صيانة ليش؟ للدين، صح ولا لا؟ وبالتالي لاحظ المدخل الأساسي اللي ينبغي تدركه، أن ترى مفهوم المصلحة عند الطوفي لما يتكلم عنها أن لابد من تقديم المصلحة عن النص، ترى هو يراعي فيه قضية إيش؟ إيه المصالح الأخروية يراعيها، على فكرة ليست المصالح الدنيوية هي المقدمة، لا، مشمولة. بل ما هو أسوأ حظا بالنسبة لمفكر الحداثة العرب اللي هو إيش؟ أيوة، إن يقول لك اللي تتعلق بذيوله من التمرين المشروع، ترى الرجال يقول لك ترى من المصالح الشرعية اللي توافق فيها النص والإجماع والمصلحة عليها قضية مثلا حد الردة. طيب، الفرق الثاني أثر طبيعة النص في النظرية. فالطوفي يرى أن النصوص القطعية إيش فيها؟ مستثناة من تسليط القاعدة عليها. إذا كان النص قطعيا فلا يصح أن يسلط عليها المعارضة بمفهوم المصلحة، في حين اللي يقرأ مفكر الحداثة العرب يجد، وهو الخطير، أنهم لا يعبؤون أصلا بتحقيق الدلالة النص، يعني ما يعبؤون أصلا، هي منطقة بالنسبة لهم لا نفكر فيه أن هل الدلالة ظنية ولا دلالة قطعية. هو في النهاية راضخ لمزاج حداثي، راضخ لمزاج ليبرالي معين، وبالتالي سيسعى في دفع النص بغض النظر عن مدلولة النص إن هل هو ظني ولا قطعي، ما هي بالقضية بدائرة اشتغاله. الفرق الثالث أثر طبيعة المسائل التي تناولها هذا التأسيس نظرية المصالح. فالعبادات والمقدرات خارج تماما عن الموضوع عند الطوفي، وذكرنا أن بعض هؤلاء إيش يسوي؟ يرى يدخل قصة العبادات وقصة فضل عن المقدرات. الفرق الرابع أثر منهجية النظر في النصوص. أثر منهجية النظر في النصوص، يعني الطوفي وإن بطبيعة الحال خالفناه في طبيعة بناء المسألة وتقريرها بغض النظر عن إمكانية حملها عن محمل مقبول، لكن منهجيته في محاولة بناء النظرية إيش فيها؟ منهجية، يعني إلى حد ما شرعية، بمعنى هو يحاول أن يستدل للنظريات من خلال إيش؟ من خلال النص. يعني هو بنى البحث كله على حديث لا ضرر ولا ضرار، في حين حقيقة موقف مفكر الحداثة العرب في التعلق بذيول هذه النظرية ليس استخراجا لها من خلال إيش؟ معطيات النص الشرعي، ليس من خلال منهجيات النص الشرعي. هذه قضية يعني في غاية الأهمية. يعني مثلا لما يتحدث الإنسان عن مرجئة الفقهاء على سبيل المثال، وإن اختلف الإنسان على قديم مع مرجئة الفقهاء وخطأهم في إخراجهم العمل عن ماهية الإيمان، لكن ينبغي أن يلاحظ إن هؤلاء الأمة خصوصا المتقدمين منهم لما أراد أن يستدل لإخراج العمل عن ماهية الإيمان استدل له بمنهج إيش؟
أثري بمنهج شرعي. يقول لك مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الواو تقتضي المغايرة، وبالتالي العمل الصالح غير الإيمان. هذا المنهج الاستدلالي وإن خالفته في النتيجة لكن على مستوى النظر والاستدلال فيه يعني مسلك أثري، بخلاف يعني الطرائق الكلامية، الطرائق الفلسفية اللي أخرجت العمل عن ماهية الإيمان ووقعت في إشكاليات معينة، يصير لا واقع في المطبين، واقع في منهجية الاستدلال خطأ، واقع في النتيجة المترتبة عليه خطأ. وبالتالي هذا أحد الاعتبارات الأساسية ينبغي ملاحظتها، أن الطوفي وإن قدر خطأ في الوصول لنتيجة معينة لكن على الأقل الطريق اللي سعى لوصول هذه النتيجة جملة منها على الأقل مختلفة منهجيا جذريا عن الممارسات اللي مارسها يعني هؤلاء. يعني لا يعني محتاج أساس الوقت. طيب الفرق الخامس، الفرق الخامس زين اللي هو فرق المعنى، فرق المعنى. لما يقول الطوفي تقديم المصلحة على النص، لما يقول لك تقديم المصلحة على النص، احنا حققنا في ضوء الملامة حقتها ان في أسوأ الأحوال اذا وصلنا في محاولة الجمع بين الأدلة ايش اللي سنصل اليه نتيجة؟ هل سنطرح دلالة النص؟ لا، يخصص، صح ولا لا؟ فالطوفي يحافظ على حرمة النص، يعني بمعنى يظل طاقة النص الدلالية موجودة فيه، يعني يرى أنه مخصوص، بس هذه المنطقة مضطر تحت وطأة ضغط المصلحة أن يستثنيها، لكن فعالية النص في غيرها إيش تبقى، بخلاف الرؤية الحداثية التي ستفعل ستلغي النص بالاعتبار، ستعطل دلالته وفعاليته بالكلية، وبالتالي هذا إشكال. طبعاً